صافرة الجولة الرياضية انطلقت مشاهدينا الكرام، ونبدأها مع الإنجازات. نتائج متميزة و18 ميدالية متنوعة أحرزها أبطال نادي الطموح الرياضي الكويتي الذي أنهى مشاركته في بطولة الألعاب الوطني للأولمبيات الخاص في ألعاب القوة والبوتشا والتي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة. إلى التفاصيل. أبطال الكويت يحصدون المراكز الأولى في بطولة الألعاب الوطنية للأولمبياد الخاص التي أقيمت في جمهورية مصر العربية، وذلك من بوابة نادي الطموح الرياضي الكويتي. منتخب الكويت للإعاقات الذهنية اليوم حصد ميداليات متنوعة في مشاركته بالبطولة الوطنية للأولمبياد الخاص، تراوحت بين 18 ميدالية، 9 ذهب و5 فضة و4 برونز. أبنائنا أثبتوا بأنهم قادرين وأنهم قد المسؤولية ورفعوا علم الكويت وشرفوا الكويت جزاهم الله خير، ويهدون هذا الإنجاز للقيادة السياسية. والله الأمانة نفتخر ونرفع رأسنا بالنسبة حق عيالنا في الفترة البسيطة، نقول إن أهلناهم وجهزناهم للبطولة الإقليمية اللي موجودة حاليا، القومية اللي موجودة في جمهورية مصر العربية، اللي هي بطولة ألعاب القوى والبوتشي والفروسية. الحمد لله حققوا اللاعبين من البنات والأولاد مجموعة كبيرة من الميداليات، تقريبا 9 ميداليات ذهبية والتسعة الثانية بين فضية وبين برونزية في لعبة الألعاب القوى والبوتشي. لله الحمد، طبعا نفتخر ويعطيهم طاقة إيجابية ويعطيهم دافع للانطلاق إن شاء الله على نادي الطموح إن شاء الله. والحمد لله تم إنجاز الأبطال من نادي الطموح على هذه الحصول على هذه الميداليات، مشاركة جميع الدول العربية. 18 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية حصدها لاعبو ولاعبات نادي الطموح الرياضي الكويتي بعدما خاضوا منافسات شديدة اعتلوا من خلالها منصات الترتيب. لعبت 100 متر ولا لا أهم، جبت الميدالية الذهبية ورفعت رأس الطموح رأس أهلي كلهم. الفوز وايد حلو واستمتعت، بس من أول بداية كنت حيل خايفة وكنت حيل متوترة من أول يوم ثاني يوم فزت ميدالية الذهبية. الحمد لله إن جبت مركز الأول على الرمل ومركز الثالث على الجري. تركت لعبة لعب قوة جري مركز الأول جبت، واللعبة الثانية رف الطويل هم مركز الأول. أنا بروحي في الثانية مركز الثالث. أبطال الكويت كانوا العنوان الأكبر في بطولة الألعاب الوطنية للأولمبياد الخاص في صورة تؤكد الجاهزية الكبيرة للاعبي الكويت لتصدر منصات التتويج العالمية. فهد التركي، تلفزيون دولة الكويت.